لكن خلونا ننتقل إلى هذه الفقرة، والفقرة هذه جدا مهمة. الفقرة هذه مليانة ثقافة ومليانة جمال ومليانة تاريخ ومليانة حضارة ومليانة مستقبل ومليانة مواهب وأبداع وكل الأشياء الحلوة هذه اللي ذكرناها في فقرة دعم الموهوبين في مجال فنون الرسم والفن التشكيلي طبعا بشتى أنواعه. واليوم الفن اللي راح نحكي عنه الفن أو الرسم بالتطريز، واللي طبعا نابع من إبداع فنانتنا التشكيلية واللي اختارت أن تكون أو يكون رسمها بالخياطة، وهذا الشيء جدا دقيق ويمكن في تفاصيل جدا صعبة وكثيرة. خلونا نرحب بضيفتنا التشكيلية زكية الحربي عشان تعرفنا أكثر عن نفسها وعن أعمالها الجميلة. أهلا وسهلا فيك زكية. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. الله يسعدك يا رب، شهر مبارك عليك. علينا وعليك، معنا شوية يعني خلاص بدينا في العشر الأواخر، لكن نورتينا وشرفتينا يا زكية. ما شاء الله أنت واللوح الجميلة اللي جايبتها معاك اليوم. الله يسعدك يا رب. حكينا عنك، مين زكية؟ كيف بديتي؟ أولا أنا حابة أشكر قناة روتانا الخليجية وكل من سويها، وحابة أشكر أهلي وأصدقائي أيضا. زكية هي إنسانة يعني جدا بسيطة، أحب أعبر عن الجمال اللي داخلي أو الأشياء وأفكاري عن طريق رسوماتي والخيوط. طبعا أنا كثير أحب التطريز وأيضا أحب الرسم، فذلك من خلال هذا قررت أني أنا أدمج فنين في بعض. يعني دمجتي، أنا قاعدة أشوف خط يا زكية، يعني أنا قاعدة أشوف هنا عندي لوحة وهناك عندك ما شاء الله لوحة، فقاعدة أشوف خط جميل، قاعدة أشوف رسم حلو، ألوان حلوة، تنسيق. يعني حكينا وين كانت البداية، يعني كيف وصلتي لهالمرحلة، وش أول شيء سويتيه في هالفن والدمج كله؟ البداية طبعا ما كانت، يعني أنا ما كنت أصلا منتبهة للموهبة اللي عندي، فالبداية كانت عن طريق ملاحظات الأصدقاء اللي حولي. طبعا أنا كنت أشتغل في جمعية تعاونية متخصصة بالتطريز والحرف اليدوية، اللي هي جمعية حرفة أشكرهم. فبالبداية كنت أطرز معهم وأشتغل على الأشغال اليدوية، ومع الوقت كل اللي حولي زميلاتي بالدوام بالإضافة لأصدقائي كانوا يلاحظون يقولون إنك تطريزك جدا متقن. حلو. فمن بعدها أنا بديت أفكر وأشوف أيضا في بنترست بعض البرامج، أشوف طرق التطريز وأشياء التطريز وكيف أقدر أطور تطريزي وأستفيد من الموهبة اللي عندي والإتقان اللي عندي. طيب خلنا أسألك زكية سؤال، وصراحة أنا ودي اللي يتابعونا ممكن أنهم يستفيدون من هالسؤال وياخذونك كقدوة. يعني أنت بديتي كهواية صحيح؟ اليوم تشوفين أن هواية زكية صارت مصدر دخل، نقدر نقول مصدر دخل؟ يعني لسه لغاية الآن يعني ما صارت مصدر دخل، لكن ممكن أقدر أقول لك إنها صارت منبع للبهجة بالنسبة لي أنا. يعني ما يعدي يوم إلا لازم أطرز، يعني فإذا مر يوم بدون التطريز أحس هذا الشيء بصراحة يومي ناقص. يعني ما شاء الله، يعني مصدر دخل عادي، الصبر لا. كويس، فممكن مستقبلا باذن الله تكون هي عباره عن مصدر ان شاء الله باذن الله، واحنا نتمنى لك كل التوفيق يا زكية. لكن ودي قبل ما تبدين في لوحتك اللي راح تنفذينها اليوم معانا في الاستديو، تعلميني هذه اللوحه اللي قدامنا او اللي قدامي هنا على الطاوله، هذه ايش مكتوب فيها؟ مكتوب فيها ايه قرانيه: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، دعاء سيدنا موسى عليه السلام. وطبعا انا احب بعض الايات القران احبها يعني كذا، فقررت اني انا اجسدها عن طريق التطريز. رائع 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 يا زكية، واحنا فخورين جدا فيك. انا ما ودي اني اعطلك، مع انه في اشياء كثير ودي احكي معك فيها، لكن اكيد انت معانا طول الحلقه ان شاء الله اليوم. تقدرين تفضلين على الكورنر حق الاعمال الجميله اللي قاعدين نشوفها كل يوم من فنانينا وفناناتنا الين ان شاء الله نهايه الحلقه، وراح نرجع ونشوف القطعه معك. شكرا لك زكية.